طب خليني افكركم كده بصوركم زمان كده. يا خبر الله. احنا كنا انا كنت ساعتها كان ساعتها احمد جاب الميكروباص ساعتها. دي الصور دي نازل ميمز بيها. ايه فهمي؟ ايه فهمي؟ بصوا فهمي كان عامل ازاي؟ حساس جدا. طب بصوا نادر. لا انا كنت على طول مربي ايه التيشيرتات دي بس والله كويس مش حاسه انها غريبه قوي. لا بس ساعتها دي كانت مكسره الدنيا وبينك بقى وحاجات جامده جدا. ده كان ساعتها كنا بنتخانق معاه اللي هو هتلبس ده البوستر بتاع اول البوم. اول البوم اه بس طبعا ما كانش فيه ستايلس ولا حاجه. احنا رحنا لا ما ده كويس اهو. قبضته كام اول غيره؟ اقرب حاجه ده ولا قبضته 10 ولا مليم ولا الدموع لحد دلوقتي. لا 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 مين ده اللي على الشمال؟ ده شامي. شامي بس كان عنده مشاكل هنا. شامي ده انت؟ ايه ده؟ ده انا؟ ايوه. وده شامي وفهمي اهو. طب يعني عموما الواحد ما بيستعرش من صوره زمان. لا صوره خالص بالعكس ده احنا بنحبها جدا. ده تصوير كليب. قبضته كام اول مره خالص؟ قبضته كام؟ زيرو ولا مليم. زيرو بعدين عموما يعني زيرو. آه لا يعني كان في حفله مثلا او في حاجه. لا احنا اول حفله كان في يوم كده بعد يا ليل على طول عملنا حفلتين يومين ورا بعض. دي قبضنا كل واحد 600-700 جنيه اه تقريبا. كان اول حفله لينا في ام ايو. دي حفله بقى بعد ما الكليب نزل باسبوع والناس عارفانا كلهم. كان في جامعه يعني خاصه ورحنا ولسه مش كل الناس عارفيننا بس لقينا البنات كلهم بقى كان في مربوط سويت غير طبيعي طبعا اه والولاد قاعدين بيتريقوا علينا. فلما هم اتريقوا علينا على اسمنا رحنا احنا مغنيين اللي هم بيقولوا عليه يعني وما زمانها جايه في الجامعه. رحنا احنا مغنيينها في المايه فهم فجاه اصل احنا السن قريب فهم لقوا البنات بتصوت يعني فاهمه. فالسن قريب جدا احنا اه تقريبا قد بعض. احنا كنا لسه ما خلصنا كنا لسه بندرس اصلا اول ما لقونا. اه 18 سنه مثلا. فهم اول ما لقونا ان احنا يعني عادي يعني لطاف يعني قال لك خلاص اللي هو احنا هنتضايق. لا ده احنا بقينا عايزين نعمل بس احنا اول 3 سنين اشتغلناهم كنا بنقبض ما عدا نادر. ليه؟ لان احنا كنا حاطين قانون اللي يتاخر مثلا 5 دقائق يتخصم منه الاوردر كله. فنادر قعد 3 سنين ما بيقبضش. ممكن مثلا عليه 3 حفلات 80000 ولا ايه؟ هو بيقفر طبعا كالعاده. 3 سنين ما بقعدش ليه؟ يعني ما هو بيشتغل ليه طيب؟ كان يبقى عليه 80000 مثلا. اهاليكوا بقى كانوا بيقولوا لكم ايه؟ لا كانوا بيشجعونا. لا بالعكس كانوا بيشجعونا. يا ابني حرام عليك انا دخلتك البتاع عشان يعني تبقى فنان كبير مش كده؟ لا 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 بالعكس تشجيع. لا كانوا بيشجعونا الصراحه لان كلنا اهالينا في المزيكا يعني. نادر مامته ممثله وبابا الله يرحمه كان مغني وجامع التراث سيد درويش وانا ابويا كان ميوزيشن يعني بيلعب بيركاشن وبيألف وميدو مامته بتعزف قانون وبابا بيعزف الله يرحمه كان بيعزف كونتر باس وشامي بابا عميد المعهد عميد الكونسرفاتوار. فدي حاجه اللي كانت مضطر يعني مضطرين هو يبقى موجود معانا بشكل كنا محترمينه عشان ننجح يعني. فجينا شايل على محدش زعل احمد ابدا كده الحته دي. اهم حاجه انت ما كانش يزعلوك عشان عميد المعهد. لا لا خالص دلوقتي بننتقم منه عشان بقى اثر راجع.